السلام عليكم، خبيرة جديدة بميكتا وتفاصيل أول مرة غتسمعها وكتهم آلاف ولا الملايين المغاربة، ومفاجأة مهمة غنقولها لكم في آخر الفيديو. مشروع قانون جديد حطاته الحكومة غير اليوم ولا البارح وغيتصادق عليه ويخرج للجهات الرسمية في أقرب وقت. مشروع القانون 0224 اللي كيغير القانون ديال الضمان الاجتماعي، فيه تغييرات وإضافات مهمة على رأسها تقاعد للناس اللي ما وصلوش لحد ديال النقاط اللي كنا تكلمنا عليه. دابا تفاصيل جديدة على هذا الموضوع، وتفاصيل جديدة على الديون، داكشي اللي كيتسالك الضمان الاجتماعي، وتفاصيل جديدة على التقاعد ديال المتوفي. تفاصيل كثيرة غنطرقوا لها اليوم في الفيديو، تبعوه حتى الاخر وما تنساوش تبارطاجيوه. اذا بلا ما نطولوا، القانون ولا مشروع القانون 0224 اللي كيغير القانون ديال الضمان الاجتماعي. اول حاجة نجيو للتغييرات الجديدة اللي جات في القانون ديال الضمان الاجتماعي اللي كتهم الناس اللي كيسالهم الضمان الاجتماعي، ولا الناس اللي ما كانوش كيخلصوا ومني جاوا يخلصوا لقاو الغرامات والزيادات زادت عليهم بزاف. هذا المشروع القانون غيعطي اختصاصات جديده لصندوق الضمان الاجتماعي والمجلس الاداري ديال هذا الصندوق ومدير ديال هذا الصندوق، انه غيكون من حقهم يلغيو الزيادات والغرامات ديال التاخير في الخلاص بدون ما يخرج شي قانون ولا يتسناو شي قانون. يقدر صندوق الضمان الاجتماعي على حساب القانون اللي غيخرج كما قلت ملي تصوت عليه في الغرفتين، يقدر صندوق الضمان الاجتماعي ولا المدير ديالو يلغي كاع الديون بلا ما يتسنى يخرج شي قانون بحال القانون ديال الاعفاء اللي كان خرج وطبق المده اللي فاتت. يقدر دابا الضمان الاجتماعي ملي يخرج هذا القانون وغالبا غادي يخرج يلغي الديون اللي ما يمكنش يحصلها مازال. اذا هادي جوج امور تزاد في الاختصاصات ديال صندوق الضمان الاجتماعي والمجلس الاداري ديالو والمدير ديالو. نجيو دابا كما قلت الاخبار ولا التفاصيل اللي كيتسناوها بزاف ديال الناس اللي كانوا خدامين وجمعوا شي نقاطات ولكن ما وصلوش للحد الادنى ديال النقاط ديال عدد الايام باش يشدوا التقاعد من يوصلوا 60 سنه اللي هو كان 3240 نقطه. الا ما وصلتيش 3240 نقطه ما كانش عندك الحق تشد التقاعد. القرار الجديد اللي كنا تكلمنا عليه وعطينا بعض التفاصيل، دابا خرجت التفاصيل النهائيه اللي غتكون في القانون كما قلت اللي غيخرج وغيتنشر في الجريده الرسميه وغيبدا يتطبق. اذا الفصل 53 من القانون ديال الضمان الاجتماعي اللي كان تيقول يخول للمؤمن هذاك اللي من خارج الضمان الاجتماعي اللي وصل 60 سنة انه يشد راتب الشيخوخة اللي هو التقاعد، الا خدم 3240 يوم عنده 3240 نقطة ووصل 60 سنة او 55 سنة بالنسبة للناس اللي كانوا كيخدموا في المناجم وما بقاش خدام، كيصرح به شي واحد حبس من الخدمة، فراه عنده الحق يدفع يشد التقاعد ديالو راتب الشيخوخة. هادشي اللي كان تيقول فصل 53، دابا تغير بهذا القانون 0224. فصل 53 ولا كيقول نفس الهضرة انه اللي وصل 60 سنة وما بقاش خدام ولا 55 سنة بالنسبة للمناجم عنده الحق يشد راتب الشيخوخة ولكن ابتداء من 1320 يوم ديال الخدمة، ما بقاش 3240 نقطة ولا 3240 يوم هي الشرط. وغيخرج من مور فاش يطبق هذا القانون النص التنظيمي اللي كيحدد المبالغ اللي تسربات وكنعرفوها وتكلمنا عليها أرا نذكروا بها. إذا أي واحد وصل 60 سنة عنده 1320 نقطة حتى 3240 نقطة غيشد هاد المبالغ على حسب عدد الايام ولا عدد النقط اللي عنده. 1320 يوم ولا نقطه حتى 1704 ديال الايام مصرح بهم عنده في النقط غيشد 600 درهم في الشهر. 1705 حتى 2088 غيشد 700 درهم في الشهر. 2089 حتى 2472 غيشد 800 درهم في الشهر كتقاعد. 2473 حتى 2856 غيولي يشد 900 درهم في التقاعد ديالو، ومن 2856 الفوق حتى 3240 نقطة غيولي يشد 1000 درهم كل شهر في التقاعد ديالو. وكنرجع نكرر واحد المسألة مهمة ردوا لها البال، خص تكون وصلتي 60 سنة وعندك هاد النقاط وما بقيتيش خدام باش يكون عندك الحق تدفع تشد هاد المبالغ كل شهر. مزيان، الجديد دابا اللي كاين في هذا القانون وخرج قال لك اسيدي غيستافدوا باثر رجعي الناس اللي احيلوا على التقاعد شدوا التقاعد من يناير 2023 العام اللي فات وكانوا كيتوفروا على الاقل على 1320 نقطه ولكن ما يفوتوش 3240 نقطه، فغيستافدوا باثر رجعي من يناير 2023 الوقت اللي غيتنفذ فيه القانون. زيد كاسيدي واحد النقطه زوينه، واحد مات وكان عنده 1320 نقطه وكان وصل سن التقاعد، من حق الورثه ديالو اللي عندهم الحق يشدوا التقاعد اللي هما الزوج ولا الزوجه ولا الزوجات اللي عنده بزاف ولا ولادو الا كان عندهم اقل من 16 سنه ولا اقل من 21 سنه الا كانوا كيقراو في المغرب ولا برا ولا اقل من 18 سنه الا كانوا كيديروا شي تدريب مهني ولا المعاقين
اللي كيتكفل بهم بغض النظر على السن ديالهم. هادو كاملين من حقهم، الا كان المتوفي عنهم اللي مات ليهم من حقهم حتى هما الا متوفره فيه الشروط يدفعوا ويشدوا النسبه ديال التقاعد على حسب المبالغ اللي ذكرنا قبيله، ولو يكونوا كانوا ما كملوش النقاط. نجيو لواحد الفئه كما قلت لكم تفاصيل مهمه، ردوا البال مزيان وكملوا هذا الفيديو حتى الاخر، فيه واحد المفاجاه مهمه. واحد غيجي غيقول لي واخويا انا عندي غير 1300 نقطه وانا عندي غير 800 انا عندي غير 700 نقطه، كاين واحد التغيير حتى بالنسبه لهاد الناس هادو. شحال هادي الناس كلهم اللي كانوا قل من 3240 نقطه ملي كيوصل 60 سنه وتيمشي تيقولوا الدر ما عندكش الحق في التقاعد، ما وصلتيش 3240 نقطه. كان عنده الحق ياخذ الاشتراكات اللي كان تيخلص كل شهر، ولكن ردوا البال، لان منين انت خدام عند شي واحد وكيديكلاري بك في الضمان الاجتماعي راه كيخلص لك واحد النسبه وكتخلص انت واحد النسبه، فملي كتمشي يردوا لك ما كملتيش 3240 نقطه تيقول لك غنردوا لك غير داكشي اللي كنتي كتخلصو انت واللي هو قل من داكشي اللي كيخلص عليك الباترون المشغل ديالك، فكيردوا لك غير ديك لابارتي اللي كان كيقطع عليك الباترون ديالك من الماندا ديالك وكيصرح بك في التقاعد. الجديد دابا الا عندك قل من 1320 نقطه، لان 1320 دابا الفوق ولا عندك الحق تشد التقاعد ديال كل شهر. الجديد دابا الا عندك قل من 1320 نقطه ووصلتي 60 سنه رد البال، ما تمشيش تقلب تاخذ الفلوس ولا تاخذ التقاعد وانت مازال ما وصلتيش سن التقاعد، وهاد سن التقاعد راه مصاب غيخليوه 60 سنه، راه كاين اخبار انه غيزيدو غيطلعوا ل 65 سنه، ولكن القانون دابا كيتكلم على 60 سنه. اذا ما تمشيش تقلب على التقاعد سواء عندك 1320 نقطه ولا فوق منها، ولا تمشي تقلب ترد الفلوس اللي كنتي كتخلص في الضمان الاجتماعي الا عندك قل من 1320 نقطه على حساب هذا القانون الجديد حتى توصل 60 سنه. ما تقولش انا عندي 40 50 وحبست وجمع واحد 700 800 نقطه غنمشي اخويا ناخذ الفلوس دابا انا باغيها دابا، لا ما غيعطيوش تقاعد. تمشي تقول انا وصلت 50 عام ما بقيتش خدام وعندي 1320 الفوق راه نمشي شد 600 ولا 700 ولا 800 درهم، ما غيعطيوش. الشرط انك توصل 60 سنه. اذا الا عندك قل من 1320 نقطه على حساب هذا القانون الجديد ما بقاش دابا غير ردوا لك الا مشيتي وصلتي 60 سنه ومشيتي تاخذ فلوسك ديال الاشتراكات اللي كنتي كتخلص كل شهر، ما غيردوش لك غير لابار ديالك انت، داكشي اللي كنتي كيقطعوا لك انت، حتى داكشي اللي كنتي خلص عليك دابا الباترون غير رجعوه لك معاه، تاخذ ديك البركه كامله خصوصا الا وصلتي 60 سنه وكتشوف راسك ما تخدمش مازال باش تزيد تكبر النقاط وتوصل العدد اللي يمكن تشد فيه التقاعد. فمن حقك ملي توصل 60 سنه الا خرج هذا القانون وتطبق من هنا واحد الشهر ولا شهرين تمشي تاخذ ريالاتك. واش صافي هذه التفاصيل الجديده اخويا حسن؟ مازال تفاصيل اخرى مهمه بزاف اول مره غتسمعها في هذا الفيديو هذا. واحد سيدي غيقول لي انا كان عندي 1400 ولا 1500 ولا 1320 نقطه ومشيت درت هذه القضيه اللي قلتي دابا اخويا حسن، مشيت انا صفيت خديت ديك لابار غا ديالي انا مني وصلت 60 سنه، واش انا هزني الماء؟ ما غيردوش لي انا ديك لابار الاخرى ولا يشوفوا لي شي حل نشد التقاعد؟ غيشوفوا لك حل تشد التقاعد. الا عندك فوق 1320 نقطه وكنتي مشيتي صفيتي التقاعد خديتي الاشتراكات ديالك لان ما كانش عندك الحد المسموح اللي هو 3240 نقطة اللي تغير دابا ولا 1320، قالوا لك اسيدي نقدروا نعاود نعطيوك التقاعد على حسب المبالغ اللي ذكرنا قبيله اللي كاينه في هذا الجدول اللي قدامكم. فإذا كان عندك 1320 نقطة حتى 1704 مثلا اللي هي الأولى غتشد 600 درهم وكنتي شديتي أنت فلوسك، قالوا لك إلا رجعتي ديك الفلوس اللي شديتي اللي رديناها لك ورجعتيها لينا غنعطيوك التقاعد على حسب دوك النقط. وحتى اللي مات وكان شد داك المبلغ قبل ما يموت وصل 60 سنة ومشى خدا فلوسو اللي كان تيخلص ديال التقاعد ودابا مثلا مرتو الارمله ديالو ولا ولادو قالوا اللهم ديك البركه اللي كتجي كل شهر خصوصا الا كانت الحياه قدامهم، فمن حقهم حتى هما يمشيو يردوا الفلوس اللي كان خدا المتوفي داك السيد اللي مات وصل سن التقاعد وحتى هما غيدوزوا لهم النسبه ديالهم من داك التقاعد. نجيو دابا المفاجاه اللي ما كايناش في هذا القانون ولكن غتوقع ملي يخرج هذا القانون ويبدا يطبق ويبداو يستافدوا منه الناس. شنو هي هذه المفاجاه؟ كتخص اصحاب الدعم، الناس اللي دافعين دابا في الدعم. الا كان عندك شي واحد من الاسره ديالك كتنطبق عليه هذه الشروط، كان خدم وجمع 1320 نقطه الفوق حتى 3240 نقطه ووصل دابا 60 سنه ومني غيخرج هذا القانون غيمشي يستافد منه، راه انفو يستافد يبدا يدوز له التقاعد غيحبس لك الدعم، خصوصا الا كان هو رب الاسره او احد الزوجين. فإن فوا يخرج هذا القانون ويولي شدك التقاعد، القانون ديال الدعم تيقول لك أي واحد كيشد شي تقاعد ولا ما عاش كما كان ما عندوش حق في الدعم، فإلا كنتي مقبول في الدعم دابا وأنت رب الأسرة أو أحد الزوجين أو يمكن حتى فرد من الأسرة وداز لك هذا التقاعد من بعد من يخرج، راه الدعم غيتوقف. فردوا البال لهذه المسألة هذه، اللي مسجل عنده شي واحد في هذه الشروط وغيدفع
يوجد راسو ويدير الخطوات ديالو الا بغى الدعم يبقى مستمر ليه من بعد ما يستافد داك العضو اللي معاه في الاسره في سجل الموحد من هذا القانون الجديد ديال التقاعد اللي عنده نقط 1320 حتى 3240 نقطه. الله يعاونكم.